عم رجب انت بتشتغل بنا؟ هو بنا اصلا ملاك اليوم. بتشتغل بنا عم رجب؟ عمري راجل بنا، راجل عامل عمليه في رجليه بقالي 5 سنين. يا محمد بيه، محمد بيه، عامل ده، عامل بنا وقع من على شقاله، بركب مش بركب شرحتين و14 مصباط في رجلي. اه اما اشتغل يوم بقعد يوم ورجلي بتورم ما بشتغلش. ايوه بس طب انت رد حضرتك كده على الكلام ده يعني؟ هرد هرد ولا يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، بس مش اكتر من كده. حسبي الله. طبعا احنا اتفاجئنا بكلام سياده المستشار، وانا بس عايز اقول كلمه واحده لسياده المستشار. لا اتفضل. يعني انا دلوقتي ابن عمه وعندي اخويا ماسك رئيس قطاع الري من طنطا لجنوب سيناء، وكيل وزاره ودرجه وزير، وعندي اخ اللي هو شرطه، وعندي اخوات من كل مديرين مدارس، وعن كل العائله متعلمه. وصل بينا الحاله يا سياده المستشار ان واحد امي فلاح جاهل يبعت لسيادتك صوره واحد بنا شغال بنا بالاجر اليومي، بعت لك صورته بقول لك ان ده هو اللي شحن للزمالك، وانت سعادتك بقى تاخد الصوره. انا والله ما انا عارف اقول لسعادتك ايه، وتقول بلديات سيد عبد الحفيظ هو اقصى فيها 50 قريه. ايوه المشاه قريه اللي فيها سيد عبد الحفيظ. ايوه المشاه وتبعد عن منيا الحيط، وتبعد عن منيا الحيط ب 30 كيلو 40 كيلو وانا من منيا الحيط. تقول سيد عبد الحفيظ والسحر، سحر ايه؟ هو عم رجب طبعا نعمل وكيل، بس هو سعادتك حاجه يا سياده المستشار. ايوه يا سياده المستشار، ما خدناش حقنا منك على الهوا مباشره، زي ما سعادتك نزلت على الهوا مباشره كده، هناخده منك يوم القيامه والله، وكبيره قوي عند ربنا سعادتك. انا بقول لك اهو، انا يعني شفت تحذير مني، مواطن بسيط في منيا الحيط من قريه، بس انا بقول سعادتك لو ما خدتش مني حق، ما خدتش حق منك على الهوا مباشره، وقلت مين اللي بلغ سعادتك بالكلام ده عشان احاسبك في منطقه الحيط، لان احنا عائلات. يا سعاده المستشار هاخد حقي منك هو بيوم هو الدين. هو قال هو قال هو قال كبير، هو قال انه جارك بس ما قالش اسمه. عم رجب يعني هل انت في مشاكل بينك وبين جيرانك؟ يا عم ما فيش مشاكل بينه وبين حد. ده راجل عبيط اللي بعت الفيديو اصلا، راجل اخبر عبيط ما يفهمش حاجه، راجل عبيط. مش ممكن انت عم رجب حافظ القران صح؟ الحمد لله. انا مش كله يعني، مش كتير على قد امكانياتي. نعم حافظ قران ايه؟ لا عم رجب، عم رجب حافظ قصار صور، قصار صور معايا مش كله يعني. وبعد كده يا محمد بيه، احنا اتفاجئنا نفسنا بالخبر ده. الاعلام كله والصحافه كلها نازله على منيه الحيط، حاجه ما حصلتش. اقول لك بس يا سياده المستشار، تمشي ورا اي حد كده وخلاص. هو خالد الغندور، هو محمد بن ادم اللي بيقعد في قناه سعادتك ويطبل لك؟ انت عايز ايه بس من الشعب؟ ده احنا مش فاهمين ناكل يا اخي، حرام عليك، ناس مش لاقيه تاكل. يعني الكيلو البصل بقى 30 جنيه يا اخي، حرام عليك. وتقول لي بنشحن؟ لو بنشحن ما كناش عشنا في اوضه، اوضه بخمس اولاد ومره، مش لاقيين ناكل. اوضه وحمام، اوضه وحمام، حرام عليك يا سياده المستشار. لما واحد من ساعات مكتب سعادتك يقول لي انت بتديع، ابعت لي رجب في مكتب سياده المستشار وانا اخليه يطلع الاول يسامحه. ما انا احنا ما عملناش حاجه اصلا من الاساس، ما احنا ما عملناش حاجه، ما لو في حاجه حصل كان ماشي، لكن حرام عليك اللي بيحصل ده. عم رجب انت عندك 5 اولاد؟ عندي 4. 4 اولاد؟ ايوه عندي 4. بتعلموا بقى ولا ولا متعلمين ولا حاجه؟ شغالين عمال. مفيش محمد، مفيش فلوس. انت احنا شفنا المنزل، المنزل عندك يعني منزل متواضع جدا وبسيط جدا، ويعني لا فيه محمد بيه. نعم محمد بيه. ايوه بس احنا بنقول لسياده المستشار احنا لنا حق عندك، عطتنا حقنا عن طريق البث على راسنا من فوق، ما عطتناش حقنا هناخد حقنا بالقانون، ما خدناش حقنا بالقانون في حكومه وفي رئيس جمهوريه، وانا بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرام اللي بيحصل في البلد ده. انت تسيب مرتضى منصور حتى ياكل في ناس؟ ده احنا بناكل بنجان يا سعاده الرئيس، ده احنا بناكل طقط بفلفل، فلفل وبنجان وبطاطس مقليه، حرام. ده احنا عايشين في ظل ان مرتضى منصور يذل فينا اكتر من كده يا سعاده الباشا. يا سعاده الرئيس ارحمونا، ارحمونا بقى من مرتضى. طب عم رجب انت حافظ سوره الفلق؟ طبعا. قل اعوذ برب الفلق. هو المستشار مرتضى منصور امبارح كان بيتكلم وبيستشهد بسوره الفلق وبيقول
انه القرآن يعني ان السحر موجود في القرآن وان احنا مؤمنين بالقرآن، انت ترد حضرتك عليه تقول له ايه بقى؟ طب انا ما اعرفش من السحر، السحر ده انا ما اعرفش عنه حاجه، انا بكلم انا ما اعرفش السحر ده ولا اعرف اعمل اسحار اصلا ولا بعرف الاسحار دي خالص. ده راجل امي ما بقرا ولا بكتب، واللي بيعمل اسحار ده بيكتب بيكتب ويقرا، فكان ما اعرفش اقرا ولا اكتب. انا بيشتغل ويقول انا شغال شغال بيد عامله من بيتي للشغل وانا انام انا بصحى الفجر، بصحى ده الفجر هو الساعه 5 قرنها من الشغل، ويوم اشتغل و10 اقعدهم لان ما بقدرش اشتغل متواصل عشان العمليه اللي في رجلي. ايوه انت وريتني رجلك دلوقتي في عمليه فيها عمليه ايه بقى؟ هو ركب شرايح ومسامير. طب اعمل على سؤالك جنب ده وجنب ده جنب شرايح يعني ده لو بيسحر يا سيدي روح حضرتك اوريك اللي بيسحر شرايح البيت موجود لا شرايح ومسامير. انت الاصابه ديت كنت على السقاله يعني؟ اصابه انا كنت شغال وقت من على السقاله ما اقدرش حاليا دلوقتي من يوم من 2017 لحد دلوقتي ساعات بقى اشتغل رجلي دي بتورم من هنا من عند الانكل ده رجلي بتورم ما بقدرش اشتغل. شوف رجلي عامل ازاي، شوف ما بقرا ازاي. انت طب انت ليك في الكوره اصلا؟ عم ماليش في الكوره ولا في اي حاجه خالص، انا منتمي للكوره. يعني تشجع اهلي ولا زمالك ولا انتماء بسيط مش قوي يعني ما عنديش انتماء جامد. عامل زي 80 مليون بيشجعوا الاهلي 80 مليون بيشجعوا الاهلي. انا بسال بس سؤال واحد بس لاحمد مرتضى ولامير مرتضى وسعاده المستشار، يعني سعادتك دلوقتي واحد بعت لك صورتي انا او صورتي نزلت قدام سعادتك دلوقتي تروح جزافيا كده تقول ان ده ساحر وده مجنون وده انا قضيه وده انا دخلوا السجن؟ ايه اللي بيحصل؟ ارحمونا. طب عم رجب انت شفت الماتش بتاع الاهلي والزمالك ولا ما شفتوش؟ مش كله. مش كله؟ لا. طب انت هل اتقابلت قبل كده مع سيد عبد الحفيظ؟ لا 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 ولا اعرف سيد عبد الحفيظ ده فعلا. انا كنت شفته ما شفتوش شخصيا اصلا، شفته كنا شفته في التلفزيون مره بس بشكل روتيني. بس انما اشوفه شخصيا ما شفتوش ولا اعرفه. حتى لو قابلته ترى مش هعرفه. عارفه منين؟ يا محمد بيه هذا راجل ده راجل عامل يا محمد بيه هو راجل كابتن بتاع كوره في عايش يعني يا محمد بيه نعم. انا هسألك سؤال بالمنطق. اتفضل. لما انا اقابل سيد عبد الحفيظ او اتصل بسيد بيه عبد الحفيظ او اتصل بمحمود بيه الخطير او اتصل بسعاده المستشار او لي اي مدلول على اي حد، مش كان حالي يتغير؟ يبقى ناس راكبه سوبرتاج بمليارات واللعيبه بتدفع فيها ملايين الدولارات وانا مش شايل لك ولا اعمل شيء. طب ليه؟ طب اديني يا اخي بقى من اللي انت بتاخده عشان اعمل لك شح. طب سعاده المستشار لو انت عايزني انا بقى احمد ميكاب بتاع الفيوم واحنا بنشحر ويوميه الشحر عندنا 100 ابعت لي 3 4 مليون دولار انا قوي وانا هروح اعمل لك شعر على كوبري المنتشين ولا قدام النادي. طالما انت سعادتك مؤمن بالكلام ده احنا مسلمين وموحدين بالله. ده احنا بنقول يا رب. ده احنا بنكمل عشان نوم يا اخي. حرام اللي بيحصل ده. ارحمونا يرحمكم ربنا وحقنا. ان ما خدناش في الدنيا ناخده في الاخره. الناس بتموت.